هنعرف أكثر عن اللي حصل في معابد الكرنك من ترميمات من دكتور أحمد عامر الخبير الأثري. دكتور أحمد صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ سارة وعلى الأستاذ باسي. صباح النور دكتور أحمد منورنا. الله يخلي حضرتك يا رب تسلم. دكتور أحمد عايزين نعرف من حضرتك مين الفريق المصري المشارك في عملية الترميم وإيه اللي تم بالظبط؟ يعني هو طبعا معبد الكرنك ده يمكن أهم معبد على مستوى العالم، ودلوقتي الدولة ماشية في مشروعات قومية بشكل كبير بالتوازي طبعا مع قرب افتتاح متحف المصري الكبير. فهذا المعبد يعد طبعا أحد أهم المشروعات القومية اللي طبعا بتولاها الوزارة اهتمام كبير جدا. هذا المشروع تم بأيادي مصرية خالصة، تضمن فريق عمل من مجموعة من شباب المرممين والأثريين من المجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع عدد من خريجي أقسام الترميم بجامعتي الأقصر وجنوب الوادي ومعهد الترميم بالأقصر. وبالفعل تم الانتهاء من أكثر من 95% من أعمال هذا المشروع. طبعا ده يعد إنجاز كبير جدا، الغرض منه إظهار الألوان الأصلية لنقوش صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك. وطبعا ناس كثير جدا أو الزائرين بقالهم فترة كبيرة ما شافوش هذه الألوان وهذه النقوش بسبب التراكم الاتساخات والتكلسات على النقوش مما أدى إلى طمسها. هذه الأعمال تناولت طبعا كانت موجودة في صالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك اللي هي أعظم صالة على مستوى العالم، بها 134 عمود، ارتفاع كل واحد منها حوالي 20 متر، بالإضافة كمان إلى ترميم الزخارف والكتابات الهيروغليفية وإظهارها بشكل واضح. إن هذه كمان الترميمات بتتم وفقا لدراسات علمية دقيقة جدا قام بها الفريق للوقوف على أهم أو أنسب الطرق اللي ممكن يتم بها الترميم تتناسب مع الحالة الراهنة للأثر، وبالتالي متمشي مع المواثيق الدولية. مشروع الترميم صالة الأعمدة الكبرى بدأ في يوليو 2021 وتم الانتهاء منه من المرحلة الأولى منه طبعا، وشملت وأزهار نقوش عدد 28 عمود من أصل 134 عمود. كمان أن هذه المعابد خصصت لمعبد الكرنك لعبادة المعبود آمون بمعبد طيبة بالتحديد، وبالتالي طبعا ده من أهم المعابد طبعا. وكمان تم ربط كمان المعبدين بطريق مصطف بتماثيل على هيئة أبو الهول والمعروف مجازا أو خطأ بطريق الكباش. وكمان بالإضافة أن يشمل كمان الكرنك على مجموعة معابد وعناصر معمارية وصروح كما طبعا بتشهدها ملوك مصر بداية من عصر الدولة الوسطى حتى العصر البطلمي، ويحيط بها سور ضخم جدا من الطوب اللبن. وطبعا الكرنك كان عبارة عن مجموعة من المعابد تضمنت داخل جدرانه معبد كاملا للمعبود خنسو ده في الركن الجنوبي، بالإضافة كمان إلى المعبودة إيبت الذي طبعا بني خلال العصرين اليوناني والروماني، ومعبد للمعبودة موت اللي هو الثالوث المقدس اللي هو بيبقى أمون وموت وخنسو، وده طبعا بيحيط به من نواحي الشرق والغرب للبحيرة المقدسة اللي كان بيتطهروا فيها قبل الحقيقة. دكتور والله يعني كنوز مصر القديمة كتيرة وعظيمة وساحرة جدا، وكل ما نكتشف أكتر حاجات في حاجات كتير جدا لسه ما اكتشفناهاش، وسياح بييجوا هنا يتفرجوا عليها وبييجوا الأقصر يتفرجوا على المعابد المختلفة خصوصا بقى في موسم الشتاء اللي احنا فيه دلوقتي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد عامر الخبير الأثري على كل هذه المعلومات.